للأسف مشاهدي قناة شوف تيفي هذا المشهد كيرجعنا بالذاكرة للوراء، كيرجعنا لفاجعة درب مولاي الشريف اللي أكيد المغاربة كلهم غتبقى لهم في الذاكرة وما عمرهم غينساوها. مني كانت الوقاية المدنية كتبحث على الضحية اللي بقى عالق تحت الأنقاض هو والزوجة ديالو والطفل ديالهم، اليوم المشهد يتكرر مرة ثانية من هنا من المدينة القديمة من درب الجران. للأسف شديد الوقاية المدنية لا زالت في رحلة البحث عن الضحية اللي ما زالت في الأنقاض، ونسأل الله العلي القدير أنه يردوا لعائلته إن شاء الله سالم، يكون ما زال حي. أكيد هذا المشهد هذا جد مؤلم، والله يحسن العون والله يكون في العون ديال العائلة ديالو اللي كيترقبوا ولو غير أمل واحد يخليهم يقولوا أن الضحية لا زال حيا يرزق تحت الأنقاض. المعجزة كاينة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.